جميلة القناطر، أخدت اسمها من القناطر اللي بناها محمد علي باشا في نفس المكان الجميل ده عشان تتحكم في سرعة المية اللي نازلة الدلتا. هنا بيتقسم النيل لفرعين، فرع دمياط وفرع رشيد، وفي نفس المكان جناين على 500 فدان شبه جناين أوروبا، فيها أشجار نادرة من كل حتة في العالم. محمد علي باشا لما بنى القناطر لحماية النيل ما كانش يعرف إنها هتبقى فسحة المصريين، كل المصريين الغني والفقير. هنا هتلاقي جنب استراحة الملك فاروق واستراحة الرئيس السادات ناس بسيطة قاعدة على الأرض هربانة من زحمة الدنيا لأرض الله الوسمة، هنا هو في جناين القناطر. عم جمال، نعم. انت شربتنا كلنا شاي وعزمت على المراكب اللي جنبينا، والمال بيقولوا عزومه مراكبيه ليه؟ لا ده كلام، ده كلمة، ده دعايه طالعه. ليه بيقولوا كده؟ بيقولوا كده كمنك المراكب زمان على قد ويبقى ماشي في البحر والتاني مش على البحر. ها يقول له ده عزومه مراكبيه، انت معقوله تجي لي البر تعمل لي اشرب شاي؟ معقوله انت تجي لي تعمل لي شاي؟ عمرك عملت عزومه على المركب دي؟ طبعا. واكلت الناس طبعا طبعا.